ازيكم يا مواليد برج العذراء، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج العذراء ليوم السبت 11 ديسمبر كانون الاول 2021. يمكن ان يكون اليوم محيرا تماما مع الاراء والفرص المتضاربه من جميع الاطراف. حاول ألا تركز على إرضاء الجميع وتحلل القضايا من اتجاهات مختلفة، حتى لو كنت لا تستطيع إدراك أوقات معينة، ولكن اتباع قلبك يمكن أن يكون هو الأفضل لك. يمكن أن يجعلك الانغماس في الرعاية الذاتية والتعشش تشعر بتواصل إضافي، ويمكن أن تأتي الحاجة إلى وحدتك من أفراد أسرتك كشكاوى. يجب أن تظل هادئا بدلا من أن تستنثر. بالنسبة ليك عاطفيا كشخص، يمكن أن تسترشد بالعواطف أحيانا، اليوم يمكن أن يؤدي إلى تأثير شامل على حياتك المهنية. على الرغم من أنك تركز عليه، يمكن أن يجعلك متعبا. حاول ألا تفكر في الجوانب السلبية والفشل اليوم. لبعض الوقت كنت معتاد على وجود أشخاص من حولك، وقد يكون ذلك محبطا. من الأفضل قضاء بعض الوقت بمفردك بدلا من خسارة الناس وخذلانهم. بالنسبة ليك مهنيا، اليوم هو اليوم الذي ستحقق فيه الهدف الذي لطالما حلمت به. يجب الاحتفاظ بالمرضى لأي متغيرات في المقعد أو في الموقع أو في مكان العمل. ستساعدك البنية التحتية الجديدة والمساحة في تعزيز الثقة والقدرة على الأداء بشكل مستقل بمعدل سريع. إذا كنت طالبا فإن التحدث إلى المعلم سيحل المشكلة. وبالنسبة للمهنيين الذين يناقشون الأمور مع رؤسائهم في العمل، سيحل المشكلات الصعبة بسلاسة اليوم. بالنسبة ليك صحيا يا عذراء، اليوم ستكون صحتك ممتازة لأنك تولي مزيد من الاهتمام بالنظافة. النظافة تساعدك على البقاء بصحة جيدة، ولديك فرصة قاتمة للإصابة بالأمراض. الاتصال بجسمك بمعدل أعلى من ما يجب أن تجعلك اليوم تبدو لائقا وجذابا. سيكون من الصعب في البداية تبني عادات صحية، ولكن طبيعتك العنيدة ستساعد في إصلاحها. ضع دائما صحتك أولا عندما يتعلق الأمر بالراحة كل ليلة. بالنسبة للسفر، لمن يهمهم السفر، يفضل السفر كجزء من النشاط الترفيهي. يمكن وصفه بأنه أفضل أداء للهروب من النقاط السلبية. يمكن أن يكون أخذ قسط من الراحة في حضن الطبيعة هو أفضل قرار أخذته وأفضل فكرة. ومع ذلك فإن الهروب من المسؤوليات في العمل لن يساعد في النهاية. من خلال السعي لتحقيق أفضل نتيجة إيجابية، برج العذراء اليوم سيكون من الناس الأكثر حذراً بالنسبة لبعض التجارب لتجنب المواقف الاندفاعية، وإن البحث عن المكان ضروري للغاية. نصيحتي ليك اليوم يا عذراء، حاول التركيز على مهمة واحدة في كل مرة، سيساعدك التنظيم في تحسين الحظ. نصيحتي للعزاب، سوف تتذكر الدروس التي تعلمتها وتشعر بالتمكين. نصيحتي للمرتبطين، ناقش أي موضوع مهم مع الشريك اليوم، والذي سيكون بمثابة إلهام سيزداد الشغف بالعلاقة بما يجعلها أقوى. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.